الله يمسيكم بالخير فردا فردا. تقبل الله منا ومنكم. انا واخوي عبد المحسن زي ما انتم عارفين سفراء الوقف، هذا شرف في الدنيا واجر في الاخره، ورفقه النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه ان وفقنا لذلك. كل ما وفقنا فالله لو نكدح لو جهنا ليل نهار ما نسوي شيء، وكلكم سفراء. ولكن احنا ناخذ الشاره الاسبوع هذا، وانا على يقين تام من نادر وصالح وفهد والشباب كلهم، محمد وبسام وعايض، كلكم على يقين تام من كله، عندكم المعرفه وعندكم الكميه اللي فيذهوكم من الحديث من الذكر، ولكن ذكر ان الذكر تنفع المؤمنين في يوم لا ظل الا ظله تظل المؤمن صدقته. يعني تحط لك ريال مبلغ كبير 12 مليون مهيئ امامك انت ولا اللي يشوفنا الحين، قدامك 12 مليون مبلغ، وتقول مبلغ ضخم، هو الحرمان الحقيقي انه مبلغ ضخم مالك فيه سهم لو ريال واحد، مالك سهم فيه لو ريتويت، مالك سهم فيه لو انك تنشر عند جروب الواتس، عند اهلك، عند اخوانك، عند شيبانك، الى منها فازوا الناس يوم القيامه كم تبادر يديك بتسبدك لو والله انك خسران مفلس. ممكن يجي واحد رجل اعمال ويقفله كل بوث منك مفلس. فسخر الله لك معجب سواء تحبها وتكره، سخر الله لك عبد المحسن، سخر الله لك شخص ما تعرفه وجاب لك الوقف بين يديك. هذا فضل الله، اذا ما استغليته ستسال عنه. والافلاس الحقيقي والحرمان اذا تقفل الوقف وطارت تدور برزاقها لانك والله ما معك شيء. هذا اللي عندي والله، يجزانا وياكم الخير. الله يختم اجركم ان شاء الله ويرحم اجمعين. والله ان يكمل بك ولا بغيرك، ولكن الحرمان ما يكون لك فيه سهم واحد. جمعا جمعا. يعني اجر ما جمع جميعا يعني.